قبل ما تشوف الفيديو متنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتشترك معانا في المراجعة النهائية. أيوة زي ما سمعتني كده، المراجعة النهائية بنقدم دفعة 2023. في المراجعة أكتر من 50 محاضرة بنشرح وبنراجع فيها المنهج كله حرفيا، مش بنسيب أي معلومة. لو مستواك كويس أو متوسط أو حتى ضعيف، المراجعة هتكون مناسبة جدا ليك وبسعر مخفض جدا لفترة محدودة، مناسب لكل الطلاب. بذلنا فيها مجهود جبار مش هيخليك محتاج أي حاجة في المادة. لو عايز تفاصيل أكتر كلمنا على واتساب وهنساعدك توصل للتفوق في اللغة العربية. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده شباب، النهارده بنات، نحل مع بعض النص رقم 7 والنص رقم 8 من نصوص كتاب الامتحان ثانوية عامة دفعتنا جميع 2023 على ايه بقى؟ نسيت. على الادب، على اللي هو دروس الادب كلها مجتمعة يعني مع بعض. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نزال قباني بعنوان القدس. طبعا نتكلم عن القدس في الغالب هو حزين، هو غضبان من الاستعمار اللي هو الاحتلال الصهيونية كده يعني. يقول بكيت حتى انتهت الدموع، صليت حتى ذابت الشموع. طبعا نزال قباني مسيحي فهقول صليت وشموع عشان بيولع شمعة في الكنيسة وبيصلي وبيعيط لربنا. سألت عن محمد فيك وعن يسوع. بعد أقول يا قدس يا مدينة تفوح أنبياء. طبعا مدينة بتفوح أنبياء يعني غرقانة أنبياء، ريحتها كلها أنبياء. يا أقصر الدروب يعني أقصر الطريق بين الأرض والسماء. يعني يا جماعة أقصر الدروب بين الأرض والسماء؟ يعني الوحي نزل هناك، فهي يعتبر الطريق القصير بين الأرض وبين إيه؟ بين السماء. يا قدس يا مدينة الأحزان من يوقف العدوان. هنا بيتكلم عن العدوان اللي هو الاحتلال يعني اللي فيها. من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ مين يغسل الدم؟ طبعا الدم هنا بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ بيتكلم عن الشهداء. بعدها بيقول من ينقذ الانجيل، من ينقذ القرآن. طبعا انجيل وقرآن مع بعض، والصلاة زي ما قلنا من شوية جاب المسيحي والمسلم مع بعض، ده يدل على الوحدة الوطنية. بعدها بيقول غدا غدا سيزهر الليمون، بكرة الأزهار هترجع من تاني. طبعا ده في ايه؟ في تفاؤل. وتفرح السنابل الخضراء والزيتون، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون. فين بقى؟ على رباك الزاهرة، على الجبال بتاعتك يعني والتلال بتاعتك، يا بلد السلام والزيتون. طبعا بلد الزيتون ده كان يعني موصوف اللي هو ايه؟ اللي هو فلسطين. مقصود بكلمة تفوح أنبياء. طبعا أتاك تفوح أنبياء يعني لحيتها غرقانة أنبياء، مليانة يعني البلد دي أنبياء يا جماعة. فالإجابة الصح تفوح أنبياء معناها تمتلئ أنبياء. الإجابة الصح معناها تمتلئ. بعدها بقول لك يهدف السطر الأول إلى بيان إيه؟ لما قال بكيته حتى ايه؟ قال بكيت حتى انتهت الدموع، بكى لحد ما الدموع خلصت. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه طول البكاء. لما اقول لك مثلا يعني واحد بيبكي لحد ما جف الدموع، مش معناه ان هو قلبه بقى قاسي مثلا ولا حاجه، لا، او هو نسي، لا، مش معناها كده. جف الدموع يعني كان الميه اللي جواه خلصت من كتر العياط اللي هو فيه، طول يعني. فالاجابه ادق تبقى ايه؟ تبقى طول البكاء. طبعا غزاره الدموع دي معناها ان انت لسه بتعيط يعني، لسه في دموع شغال، لكن هو قال الدموع خلصت خلاص، مش ينفع غزاره الدموع. طبعا شدة الحزن دي كان ممكن نختارها لو ما كانش فيه حاجة علاقة بالبكاء، لكن طبعا البكاء أقوى بكتير عشان ده مباشر. طبعا الأحلام بعيدة خالص. المغزى من السطرين الأول والتاني. طبعا قالك أنا قعدت أصلي وقعدت أدعي لحد ما دموعي خلصت. ده معناه إيه يا جماعة؟ إن هو طول في البكاء وقعد يدعي كتير. فالتأكيد على يأس الشاعر وتشاؤمه. طبعا مفيش يأس خالص في القصيدة، بالعكس ده فيها أمل، إشارة إلى عدم جدوى البكاء. هو قالكش إن البكاء ده ملوش لازمة، لأ، ده بالعكس ده عنده امل يا جماعه. عدم الجدوى دي كنا اختارها لو كان عنده تشاؤم او ياس، لكن هو ما عندوش تشاؤم او ياس، ده عنده امل. انتبه على تدين الشعر وكثره صلواته. لا، هو مش جاي هنا يقول لنا ان انا بصلي ومتدين واخش الجنه، مش جاي يعرفنا كده. هو جاي يقول لنا ان هو مخلص في الدعاء لفلسطين عشان تتحرر. فالاجابه الصح تاكيد على طول الحزن او طول البكاء يعني زي ما اتفقنا، واخلاصه في الدعاء. طبعا اخلاصه في الدعاء عشان فلسطين. بعدها متناقضان لا زال تردد بينهما الشاعر. ايه الحاجتين اللي كانوا عكس بعض في القصيده؟ محدش يقول لي المسلم والمسيح مش عكس بعض يعني، ركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كانوا عكس بعض اخر القصيده كان فيها امل زي ما شفنا، لكن في نفس الوقت هو كان حزين. فالعكس بعض يا جماعه في القصيده اللي هو كان بيتردد بينهم كل شويه، وكان حزين وفي نفس الوقت عنده امل، بس حزين شويه بس في نفس الوقت عندي امل، بس برضه ده ما يمنعش ان في سنه حزن بس برضه عندي امل. فهو عنده ايه يا جماعه؟ عنده الحزن والامل. طبعا الارض والسماء مش عكس بقى، مش بيتردد ما بينهم، ما بيطلعش شويه هنا وشويه هنا مثلا. والامطار والجدل دي بعيده خالص، والعدوان والسلام برضه بعيده خالص. هو قال لك يا جماعه متناقضان تردد بينهما الشعر، يعني الشعر كان بيروح هنا ويجي هنا، هو كان بيروح في الحزن شويه ويروح في الامل شويه، دي الحاجتين اللي كان بيروح فيهم. المغزى الضمني من السطر الخامس يتمثل فيه. لو بصينا يا جماعه السطر الخامس كان بيتكلم بيقول يا اقصر الدروب بين الارض والسماء، زي ما احنا شرحناها من شويه يا جماعه، قلنا اقصر الدروب بين الارض والسماء يعني اقصر الطريق بين الارض والسماء، يعني كان الوحي بينزل عليها، فده مكان مهبط ايه؟ مهبط الوحي.
فالمقصود بيها ان القدس عاليه في الارض يعني على مرتفع. لا مش بتكلم عن الجغرافيا يعني، غزاره المطر مش بيتكلم عن المطر، ومش بيتكلم عن الخير، وبيتكلم عن الوحي. الاجابه الصح ان القدس مهبط الديانات، كانت كلها ايه، كلها ديانات. مصدر الموسيقى في قوله من ينقذ الانجيل من ينقذ القران، طبعا متقطعين زي بعض نفس الشكل، اسمه ايه، اسمه حسن التقسيم. الغرض من النداء في السطر الاخير، السطر الاخير قال ايه يا عم الحاج؟ قال لك يا بلد السلام والزيتون. بلد ايه؟ بلد السلام والزيتون. طبعا هو بيعظمها، بيعظم ايه يا جماعه؟ بيعظم القدس انها بلد السلام وبلد الزيتون. فالاجابه الصح تبقى التعظيم. نوع الصوره في قوله مدينه تفوح انبياء، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه قال مدينه تفوح. لما نقول مدينه تفوح هنا اصلا يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن استعاره مكنيه. صورنا المدينه كانها زهره تفوح، ماشي، صورنا المدينه كانها ايه؟ كانها زهره تفوح. بعد قال لك تفوح انبياء، هنا استعاره ايه؟ استعاره مكنيه ثانيه. صورنا الانبياء كانها عطر من ايه يا جماعه؟ عطر من الورده، كانها عطر من الورده. فلو بصيت لا كلمه تفوح دخلت في الصورتين، الصوره دي والصوره ايه والصوره دي، اسمها صوره ايه طبعا يا جماعه؟ اسمها صوره متداخله. نوع التجربه الشعريه في القصيده، طبعا لو بصينا في القصيده في الاول بيقول انا بصلي وانا بدعي وانا بعيط، دي حاجه ذاتيه خاصه بالشاعر، لكن بعدها اتكلم عن فلسطين كلها وانها ارض كل السلام وارض كل الانبياء وارض كل الناس والمسلمين والمسيحيين، دي اسمها تجربه عامه. فهو اتكلم عن تجربه شخصيه الاول وفي الاخر نقلها لتجربه ايه؟ تجربه عامه. فالاجابه الصح تبقى تجربه ذاتيه تحولت ايه؟ تجربه ذاتيه تحولت العامة، عشان هو اصلا اتكلم عن نفسه في الاول، فهي دي الفكره. فلما اتكلم عن نفسه في الاول بعدها يتكلم بقى عن حاجه تشغل الناس كلها اسمها ايه؟ اسمها تجربه عامه. بعدها بيقول لك ايه؟ من سمات الواقعيه من حيث البناء الشعري، البناء الشعري اللي هو الشكل يا جماعه، دي التكايه اللي كل شويه بيسال فيها، يعني هو عايز الشكل. الميل الموسيقى الهاديه للصاخبه دي كان موجوده في ابولو، مش هنا، مش هينفع، وما كانش فيه هنا اي لفظ اجنبي، فمش هينفع نخترع. وبالنسبه للتنوع في القافيه ده كان موجود، ما كانش فيه قافيه ايه، ما كانش فيه قافيه واحده متنوعه. استخدام القصه وسيله للتعبير ده كان موجود في المهاجر، ما كانش موجود عند ايه، عند الواقعيه. فالوحيده اللي تنفع تبقى تنوع في القافيه عشان هو كان بينوع ايه، نوع فيه. من سمات الواقعيه من حيث المضمون تحققت في الاسطر السابقه. حديث عن النهايه والموت، ما كانش فيه نهايه ولا موت خالص، ما كانش فيه موقف انسان من الكون، ما كانش بيتامل في الكون ولا كان فيه تراث، لكن كان فيه التصاق بالواقع. كان بيتكلم عن الاستعمار والزيونيزم او الصهيونيه اللي كانت مستعمره او محتله اي محتله القدس. بعدها قال حافظ ابراهيم من لي بتربيه النساء، يعني مين يا جماعه يساعدني في تربيه النساء؟ من لي بتربيه النساء؟ يعني هو بيحث الناس وبيحضهم ان هم يربوا البنات. ايام زمان ما كانوش بيهتموا بتعليم البنات، فهو بيتكلم عن النقطه دي. من لي بتربيه النساء، قصده التربيه والتعليم يعني، فانها في الشرق عله ذلك الاخفاق. يعني يا جماعه يعني هي في الشرق هي العله وهي السبب الاخفاق اللي احنا فيه، الفشل اللي احنا فيه كله بسبب انها ما علمناش البنات، ما كانش في ايامها بقى تربيه وتعليم للبنات. بعدها بيقول الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، طبعا ده بيت مشهور جدا من اشهر الابيات، ان الام هي عباره عن مدرسه، طبعا دي عباره عن حكمه. والبيت التاني برضه عباره عن حكمه، الام روض، روض يعني حديق، الام روض ان تعهده الحياه لو المطر نزل عليها يعني بالري اورق ايام اراقي، يعني كانها جنه لو انت سقيتها هتطلع ايه، هتطلع ورق وهتطلع زرع جميل. بعدها بيقول بقى ودي النصيحه المهمه، انا لا اقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الاسواق، مش بقول سيبوهم من غير حجاب ولا مثلا يلفوا زي ما هم عايزين، هو مش بيقول كده، كلا ولا ادعوكم ان تصرفوا في الحجب والتضييق والارهاق، يعني في نفس الوقت مش عايزكم برضو تضيقوا عليهم، هو عايز ايه يا جماعه؟ عايز الوسطيه يعني نكون متوسطين. ست بيقول تتشكل الازمان في ادوارها دولا وهن على الجمود بواقي، يعني الازمان كلها والناس كلها ما تتطور واحنا باقيين على الجمود اللي احنا فيه، يعني ما فيش اي تطور. في الاخر فتوسطوا في الحالتين وانصفوا، خليكم متوسطين وانصفوا، فالشر في التقييد والاطلاق، عشان الشر دايما بيكون ايه؟ بيكون يا اما في التقييد الشديد قوي يا اما في الاطلاق الشديد قوي، يعني اما الحريه المبالغ فيها يا اما تقييد مبالغ فيه، فما ينفعش، لازم نكون ايه؟ لازم نكون متوسطين. المراد بكلمه الحياه، كلمه الحياه غير الحياء، الحياء اللي هو الخجل كلنا عارفينه، انما الحياه المقصود بها المطر، لما اقول لك الحياه بينزل من السماء المقصود بها المطر، فالاجابه الصح تبقى المطر اللي بينزل من السماء. بيت يؤكد على الدور المهم للمراه، طبعا البيت الثاني لما قال لك الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، يعني الام دي هي بنات الرجال، هي اللي بتعمل شعوب والشعوب دي هي اللي بتنتج كل حاجه وبتعمل التقدم، فهي المدرسه نفسها. طبعا البيت الثاني بيدل على اهميه المراه وده كان مشهور جدا. بيت يشمل الصوره ممتده، الاول ولا الثاني ولا التالت ولا ايه ولا الرابع؟ ماشي، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندور اول على 1 2 3 4 ونجيب الابيات نفسها. اول بيت من لي بتربيه النساء، هنا اصلا مفيش اي صوره. تاني الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب العرق، الام مدرسه. فلو بصينا هنا، هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الام، بيقول الام مدرسه،
فهنا مشبه ومشبه به من غير اي اداة تشبيه، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تشبيه بليغ. لكن ما فيش صورة تانية، يعني اصلا ما فيش ايه، ما فيش يعتبر صورة تانية نختارها، فمش هن يعني مش هنكمل هنا يعني في الصورة مبتدأ. لو بصينا بقى تلاتة بيقول ايه في تلاتة؟ الام روض ان تعهده الحياة بالري او رق ايام اراقي. اول حاجة الام روض، الام دي مشبه وروض ده مشبه به، ماشي. بعدها بيقول ان تعهده الحياة، هنا يا جماعة بيكتر من صفات ايه؟ بيكتر من صفات المشبه به، شبهنا الام بانها روض ومسكتش بقى، قال الروض ده لو سقيناه كويس بالري هيورق ويطلع ورق كتير، فلما تكتر من صفات المشابه به ده اسمه ايه؟ ده اسمه ترشيح. ترشيح ده اللي هو ايه؟ اللي هو الصورة ممتدة. فالإجابة أدق هتبقى ايه؟ هتبقى البيت التالت. البيت التالت كان فيه صورة ممتدة، اللي هو كان بيتكلم عن الأم وكتر من صفات المشابه به اللي هو يعني ترشيح. البيت الأول استفهام غرضه ايه؟ فلو بصينا على البيت الأول بيقول من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، يعني مين يا جماعة يقوم معايا ويربي النساء يعني يعلمهم، عشان ده هو سبب الإخفاق اللي احنا ايه اللي احنا فيه. أول ما تلاقي من لي في الغالب بيكون الغرض بتاعها الحث والتحضيض، بيتحس والتشجيع، بيشجع الناس. لو أقول مثلا من لي بهذا الرجل، يعني مين يا جماعة يجيب لي الراجل ده، يعني كأنك بتقول كده الناس يلا يا جماعة ما تقوموا تتحركوا عشان نجيب الراجل ده، ده المقصود. يا من لي دي يا جماعة تفيد ايه؟ تفيد الحث والتشجيع، طبعا ده ادق ايه؟ ادق بكتير. نوع المحسن البديع في البيت ايه؟ البيت السادس. لو جينا البيت السادس هنشوف الاجابة. قال لك ايه؟ يعني تتشكل الازمان في ادوارها دولا وهن على الجمود بواقي. طبعا تتشكل معناها ايه؟ معناها بتتجدد، الازمان بتتجدد لكن انتوا على الجمود باقيين، انتوا قاعدين جامدين يا جماعه مش بتتحركوا مش بتتجددوا خالص. فلو بصينا ده عكس ايه؟ ده عكس ده، ده اسمه يا جماعه؟ ده اسمه طبق. فالاجابه الصح طبعا تبقى ايه؟ تبقى طبق. مش هينفع اي حاجه تانية، التصريح بيجي البيت الاول بس. الجنس التام كلمتين زي بعض بالضبط لكن معناهم مختلف، ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش فيه حسن تقسيم خالص. نوع الصوره في قريه الام روض، طبعا ده تشبيه بليغ، شبهنا الام بالروض. علاقه الشطر التاني بالاول في البيت الاخير. لو بصينا يا جماعة البيت الأخير قالك فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، ليه؟ لأن الشر في التقييد والإطلاق. لو حطيت لأن وتلاقي الجملة ماشي عادي اعرف إن ده تعديل ما قبل. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، ليه؟ لأن الشر في التقييد والإطلاق. فالإجابة الصح طبعا تبقى إيه؟ تبقى تعليل لما قبله. يدعو الشاعر البيت الأخير إلى إيه يا جماعة؟ قال نبقى متزنين، الشر بيبقى في الحرية المطلقة أو التقييد المطلق، لا إحنا عايزين نبقى إيه؟ نبقى معتدلين، نبقى متوسطين. فالإجابة الصح الاعتدال. إيه؟ الاعتدال والاتزان. جملة تصلح لأن تكون حكمة، السؤال ده بعترض عليه عشان في إجابتين صح. يعني لو قلنا الأم روض إن تعهده الحياة أورق، يعني الأم دي كأنها جنة لو سقيتها هتطلع أعلى حاجة، طبعا دي عبارة عن حكمة. ولما قال الشر في التقييد والإطلاق، يعني دايما الشر بيكون في الحرية المطلقة أو التقييد المطلق، طبعا دي برضه عبارة عن حكمة. فالاتنين دول أصلا حكمة وتنفع تحطها عادي لوحدها في موضوع تعبير أو أي حاجة لوحدها، فطبعا دي غلطة من الكتاب. الاتنين يصلحوا أن يكونوا حكمة. من عوامل التجديد الترميز البارودي. طبعا هنا ما كانش فيه في الابيات انفتاح الثقافه الغربيه، مفيش حاجه علاقه بالثقافه الغربيه خالص، مفيش استحباب استقلال الشخصيه، دي كان موجوده اصلا في مدرسه ابولو مش هنا. طب ايمان بعظمه الامه العربيه دي مش من سمات اصلا الكلاسيكيه. الاجابه الوحيده الصح الارتباط بقضايا العصر، بيتكلم عن قضيه تشغل العصر كله اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو تربيه البنات. العاطفه المستعاره على الشاعر في الابيات السقط المراه، طبعا مستحيل ومش كاره المراه، بالعكس ده هو بيحبها وبيدعم الناس انها تقوم وتعلمها. طب حب العمل مش بيتكلم عن العمل هنا خالص ولا بيتكلم عن الوطن، بيتكلم طبعا عن دور المرأة ودور الأم في حياة ايه؟ حياة الشعوب. وكده كده خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة، وبإذن الله الحلقة الجاية نكمل ايه؟ نكمل بقية التدريبات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.